حاجه نقولها لك، احنا اول نقطه عندنا هو انت تمشي من هنا، حيتاش كتمارس واحد السياسه ما كايناش في هذا البلد نهائيا. انا كنهضر لك على الشيء اللي داير هنا، ماشي قانون داير تظاهره، حيد البيطان وحيد الطبله. ما غنحيدوش حتى حاجه، جينا نهضروا على حقنا، ما جيناش نديروا لا زعزعه في البلاد ولا شي حاجه، جينا نهضروا. اللي ماشي قانوني هو دير محاضر للهاتم ديال الناس ديال البوغريات. اللي ماشي قانوني هو واحد يجي يعطيك ورقه وتقول لي عام عامين ورجع عندي. اللي ماشي قانوني هو تفرض السلطه ديال الوزاره الداخليه في واحد البلاصه سميتها تروبوت. اللي ظاهره اليوم محتاج اول احتجاج اللي عندي عليك انت، حيتاش انت ما عندكش حق، ما عندكش صلاحيه في تروبوت حاليا. وفق قوانين قائد تروبوت ما عندوش صلاحيه.